مرحبا بكم معايا في القناه ديالي، القناه ديال دليله. كنبغي نرحب بكم كاملين بكم، كنبغي نرحب بالناس اللي يلاه نضافوا القناه ديالي، وكنرحب بالناس القدامين اللي كانوا اصلا في القناه ديالي. انا اليوم كيف ما كيبان لكم ما كاينه لا في كوزينه لا في زنقه، يعني ما غنمل لا وصفه لا في الحمام لا في التموطع. انا اليوم في البيت جالسه حيت ما غنقدم لكم لا وصفه لا اكله لا فلوغ لا والو. اليوم انا في هذا الموطع بغيت نهضر معكم، اليوم غادي غير نجلس ونهضر، سمحوا لي غادي نطول عليكم بلا 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 بلا، ولكن اليوم بالضبط انا بغيت نهضر معكم، بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو كيهم اي وحده، وبالخصوص اي امراه مغتربه، سواء كانت مغتربة في أوروبا أو مغتربة في الدول العربية أو الدول الأوروبية أو لأي قنت في الكرة الأرضية. مهم أي مغتربة بعيدة على البلاد ديالها، أنا اليوم عملت هذا الفيديو الليلة هي بالخصوص. دونك قبل ما أبدأ الفيديو ديالي بغيت نأكد ونوضح أنني في هذا الفيديو ما كان عاتب حتى وحدة، ما كان طيح بالقيمة ديال حتى وحدة، ما كان هدر خايب حتى وحدة. أنا هاد الفيديو تقدروا بغيتكم تاخدوه كنصائح من أخت ليكم، نصائح اللي تفيدكم، نصائح اللي تعمل فيكم الحماس، نصائح اللي تعطيكم القوة، نصائح اللي لماذا لا تبدل الفكرة ديالكم، نصائح اللي تزيد بكم القدام دائما، عمرها ما غتكون سلبية هاد النصائح. يعني انا قبل ما نبدا الفيديو كنأكد وكنعاود وكنأكد، انا ما كنعاير حد، ما كان من خلال هاد الفيديو وهذا الموضوع، يعني ما كنقص حتى وحدة. انا كنعطيكم نصائح بالطريقة ديالي بالمفهوم ديالي بالافكار ديالي. دونك انا غنهضر بصفه عامه كيف ما قلت لكم على المراه المغتربه، المراه ملي كتخلي الدار ديالها والوالدين ديالها والاهل ديالها والاخوات ديالها وكتلتحق للغربه، سواء التحاق بالزوج ديالها، سواء للعمى، سواء اي ظرف من الظروف كانت. دونك الرساله ديالي اللي بغيت نوصل لهاد الناس، لهاد العيالات بصفه عامه، هاد المراه هادي اللي كتلقى راسها في الغربه، ما قامت اقلمات، كتمر بظروف صعيبه، كتمر بظروف نفسيه، قام حملت تبقى في هاد الغربه، قام حملت تزيد القدام. انا كنقول لكم حاولوا وحاولوا وحاولوا تقولوا هذه هي البلاد اللي غنسكنوا فيها، هذه هي البلاد اللي غنولدوا فيها اولادنا، هذه هي البلاد اللي غنقروا فيها اولادنا، هذه هي البلاد اللي غنبقاو فيها. اذا عملتوا في المخ ديالكم بانكم في الغربه لواحد الوقت وغتهبطوا فحالكم البلاد ديالكم، راه عمركم ما غتزيدوا القدام. حاولوا تتاقلموا، والسبب الاول والعامل الاول اللي غيخليكم تتاقلموا هو انكم تعتمدوا على راسكم. كنعرف بزاف ديال النساء اول ما كتوصل لاوروبا ولا لايطاليا ولا كتوصل لبلاد ديال الغربه، اول ما كتوصل ديك المدينه اللي هي فيها، نهار الاول الخطا الاول اللي كتعمل هو انها كتلقاها كتقلب على عربيه في حالها، على مغربيه في حالها، على معامل التحاور في اللغه، حيت فعلا ملي كنوصلوا راه ما كنكونوا عارفين لا لغه لا والو. اول ما كنقلبوا على هذوك النقطه ديال مغربيه حدايا، مغاربه، عرب، توانسة، يكونوا اللي بغاو يكونوا، مهم كتكلموا بالعربيه، باغا تعرف اي معلومه كتقلب عليها، تعرف السوق فين كاين، باغا تعرف اي معلومه كتلقى اول خطا كتعمل كتقلب على عربيه بحاله اللي غادي تاخذ منها اي فكره اي معلومه. هذا خطا كبير 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 اللي كنعملوه، خطا كبير. ملي نوصلوا للغربه صافي نحيدوا من راسنا داك البلاد ديالنا اولا المغرب اولا، نفكروا في هاد البلاد اللي حنا فيها. اول ما نعمل هو نتعلم اللغه. راه الا ما تعلمت اللغه راه
غنقدر نزيد لقدام، ما غنقدر ندوز عند الطبيب، ما غنقدر نتقدم التقضية ديالي، ما غنقدر ندخل بوسطة نخلص الورق ديالي، ما غنقدر نتحاور مع الناس، ما غنقدر الباب ديالي نفتحو ضد الدار، حيت انا كاع ما كنفهم اللغة. اذا فتحت الباب ضد الدار راه غادي نتلقى مع الناس اللي برا، وانا الناس اللي برا ما عندي حتى لغة اللي نتحاور معاهم. دونك اولا خصكم اللغة، اللغة ضرورية، حيت اللغة هي المفتاح اللي غيفتح لكم بيبان كاملين بيهم. بغيتو تاخدو الطوبيس ما نعرف مين يديكم، عندكم اللغة، عندكم تقدروا تقراو. بغيتو ولدكم مرض ولا مرضتي ولا بغيتي دواء، عندك اللغة، طق عليك غير بوستينو في الدار يعطيك غير واحد برا، عندك اللغة اللي تقولوا السلام هي هي انا فلانة اعطيني. بغيتو تقضيو اغراضكم، بغيتو لي اي غرض عندكم خصكم ضروري اللغة، ضروري اللغة. دونك كاينين فئات ديال الناس اللي كتوصل وكتحاول تتأقلم وتحاول تقلب على راسها، وكاينين واحد فئة ديال الناس هما اللي غنهضر عليهم، اللي المرأة اون فوا كتوصل ما كتحاول تتعلم، ما كتحاول تقلب، ما كتحاول، كتبقى في الدار سد عليها تلفازة، مسلسلات، افلام، بارابول. اول ما كتبغي في الدار هما القنوات المغربية ديالنا، اول ما كتبغي، كتبغي الدوزان، كتبغي التلفازة، كتبغي، كتبقى النهار كامل وهي فاتحة التلفازة ومتبعة مسلسلات ومتبعة اللي كان مهم باللغة العربية. كتبقى سد عليها في الدار، عندما تتقدى كتسنى حتى يدخل راجلها من الخدمة يديها ولا يكون جالس يديها، كيركبة في الطوموبيل كتوصل، كيتقدى كتقول له خصني، كتعمر ديك الكروسه، كتهز المسائل ديالها، كتدخل في حاله الدار ديالها، كتبقى مقبله غير المسلسلات وبرد اتاي والماكله والكسكس والمزيمنات وتجلس في الدار. لا، هذا غلط كبير، غلط كبير. كتقول لك اللي بغيته كاين هو، بغيت نتسخر كاين هو، بغيت الدواء كاين هو، بغيت. لا، هذا غلط كبير، راه اذا بقيتو سادين عليكم في الدار، انا كاع ما كنحرضكم، كاين اللي كيقول لك هذا تحريض، باغا تعلمينا، باغا ديرينا، باغا تفعليني. لا، انا كنعاونك كيف تحس براسك مهمه، كيف تحس براسك عندك واحد القيمه. غدا وبعدو تولد وليداتك تلقى ما تقرا معاهم، تلقى ما تحفظ معاهم، تلقى ما تهضر مع الاستاذ، تسول على ولدك ولا تسول على بنتك ولا تتبعو في قرايته، ولا غدا وبعدو غيبقى يهضر، ملي غتغلط في الهضره غيقول لك سكوت ماما انت ما كتفهم، سكوت. هو كاع ما غيبقى يرضى بيك، يديك مع المدرسه ولا يديك مع اي مطاع، كاع ما غيبقى يرضى بك، حيت غيعرفك انت كاع ما كتعرف تهضر، كاع ما كتعرف تقرا. يعني اولا قبل اي حاجه هي اللغه. كيف غنتعلم نتعلم اللغه؟ كاينين مدارس كي تعلموا فيهم اللغه، لا باز، من تحت لا باز، من صوتو تحت لا باز. يعني كاينين مدارس كتقيدوا فيهم الامهات، كيعملوا السوايع الصباح ولا السوايع ديال مور الغداء، كيتعلموا اللغات، اللغه، الكلمات الضروريه، الكلمات اللي غتقدر تسوق بهم، تقدر تتقدى بهم، تقدر تحرك بهم، كلمات بساط، لا باز اللي تقدر تزيد في الحياه ديالك بهم. كاع ما غتقرا الدكتوره ولا تقرا الدبلومات ولا لا، لا باز، السلام، بغيت هادي، فين كاينه هادي، عافاك، فين كاينه المطاع فلان فلاني، عافاك، بغيت الدواء فلان فلاني. يعني لا باز ديالك اللي تقدر، الضروريات. كاينه مدرسه، كاين اللي كاع ما عنده الوقت للمدرسه ولا ساكن برا المدينه كاع ما حداه المدرسه ولا ما، مهم الظروف ديالو كاع ما كتساعدو المدرسه. حنا غنهضروا على هاد الظروف اللي سهله اي وحده فينا تقدر تعلم. نجلس في الدار، نعمل رسوم متحركه في التلفازه، اولا نعمل رسوم، نعمل الافلام، نعمل الاخبار، نحيد من العربيه ونحيد من القنوات المغربيه، نعمل قنوات الايطاليه ديال البلد اللي ساكنه فيه انا، اللي انا ملي نكون في الزنقه نحس بلي عندي واحد القيمه، على الاقل نقدر غير تحاور ونفهم، عايرني واحد، سبني واحد، سولني واحد، غير ما نحس براسي زي زونه ونبقى نطلع وندور في عيني. لا، الرسوم المتحركه، التلفازه، الاخبار، فيلم، واخا ندي كل يوم انا الغرض ديالي غندي 4 كلمات من التلفازه، غنحفظ 4 ديال الكلمات، نقبض السيلو ورقه، الكلمه اللي تحفظات لي دخلات في راسي نكتبها 4 كلمات. تخيلوا تعلموا 4 كلمات في النهار، بركه عليكم. نقول السلام، نقول بالسلامه، نقول عافاك، نقول صباح الخير، 4 كلمات. هذيك 4 كلمات نخدم عليهم سيمانه وانا كنحفظهم، سيمانه وانا كنحفظهم، ونبقى نركب،
ركب كلمه بكلمه، حتى لقى واحد لا فراز طويله اللي نقدر نستعملها. ثانيا نحاول نتصاحب مع الناس اللي هما مثلا تما في ايطاليا، نتصاحب مع الناس الايطاليين. كنت في الزنقه نسلم، تلاقيت مع الناس وانا طالعه للدار ديالي نسلم نهضر، نحاول غير نسمع واخا كاع ما نرد نقول غير سي 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 ونهضر. ثالثا ندخل نتقدر راسي، ندخل سوبر ميركاتو ولا السوق ولا ليدل ولا فين كنتقداو، ندخل مثلا اليوم نكون انا غنتعلم واحد الاسم ديال واحد الخضره، ندخل الموقع ديال الخضره، حنا عندنا هنا في اوروبا اي خضره مكتوب عليها الاسم ديالها والثمن ديالها، نقول اليوم انا غنحفظ خضره وحده ياك، هذه خياره مثلا، هذه الخياره كنعرفها انا خياره، نقرا فوق منها الكلمه نكتبها نديها معايا، نهز الورقه نهز التليفون نكتبها ونديها معايا ونحفظ واحد الخضره، غدا ندوز واخا عندي غرض في داك السوق ندوز ونحفظ فروته وحده، بعد غدا نحفظ غير الحليب، كل مره ندي كلمه كلمه بكلمه كلمه بكلمه حتى ولي عندي واحد القاموس، بعدا نعرف غير الحليب البيض الخبز، نعرف انا كنهضر على بالنسبه للناس اللي يعني زيرو في اللغه، اللي يعني غيبداو من الزيرو، كاينين الناس اللي كيكونوا قاريين الفرنسيه قاريين الانجليزيه قاريين الاسبانيه، هاد اللغات كيعاونوهم، كتقول لك انا كنسمع كنفهم ولكن كاع ما كنقدر نرد، لا انا كنهضر على داك الطبقه اللي ما كتفهم والو، خصها تنطلق بهذا المحور نتعلم. اليوم نقول نعمل واحد التحدي مع راسي، انا نعمل واحد التحدي غندخل واحد الكافيتيريا واحد البار كافيتيريا قهوه كيف ما كتقولوا لها، ندخل انا اليوم غناخذ قهوه غنهضر راسي غنتعلم غنهضر راسي، عارفه كيف كيقولوا عافاك بغيت قهوه، نحفظها في الدار ونتعلم ونسول ونسقسي ونكتب وندخل. عرفتي ملي كتدخل وكتعمل واحد العمل وكتقنو كتحس براسك كتفتخر براسك، انا مني ونكون، حتى انا في الاول كاع ما كنت كنعرف اللغه، ولكن ملي كندخل كنقول اليوم غندخل فارماسي بوحدي غنتقاد الدواء فلان فلاني غنتعكن نهضر، مهم غيفهمني ونهضر معاه ونقول له عافاك ونقول له بغيت ونقول ونخربقو، مهم هو في الاخر غيفهمني، ندخل نقول له عافاك باللغه مثلا الايطاليه، نقول له عافاك بغيت قهوه، يعطيك قهوه غتعطيه الفلوس ديالو غتقول له هاك، غيقول لك غيدي من عندك الفلوس غيقول لك ميرسي غيقول لك زعما شكرا، غتقول له العفو وترد الصرف ديالك وتكمل داك القهوه وتزيد في حالك، غتحس واحد افتخار كبير بانك دخلت للقهوه وهضرتي وسرباك وعطاك وفهمك وعطيتي الفلوس ورد لك الصرف وقلتي له بسلامه وزيدتي في حالك. الوقت الفراغ ديالي كاع ما نجلس في الدار نتبع مسلسلات، نهبط بارك ديال الالعاب فين كيلعبوا الدراري الصغار، بيبليك عمومي ديال الزنقة نجلس، كيكونوا جالسين الناس كيكونوا جالسين الوليدات كيكونوا جالسين أكثر دوك الناس الكبار في السن، نجلس نسمع ندي غير كلمة نتحدث ما نفهم والو غير نسمع غير نتعلم، حيت ما كاين اللي غيعلمك اللغة، مثلا أنا كنهضر على اللي في إيطاليا قد الإيطاليين، أنا أول مرة كنهضر على راسي، أول مرة وصلت على اللغة الإيطالية كاع ما كنت كنعرفها، فعلا كنت كنسمعها وكنفهم ولكن كاع ما كنقدر نرد حيت ما عندي لاباس ديال والو، واخا كانت عندي اللغه الفرنسيه واللغه الاسبانيه والقليل من اللغه الانجليزيه، والفرنسيه والاسبانيه قريبه للايطاليه، ولكن كنت كنخاف نهضر، انا اللي كنهضر على راسي، غير وصلت كنت متكله بزاف على راجلي، الطبيب هو اللي يديني الدواء، هو التقضيه هو اللي كان كنصبقه، هو دايما كيقول لي تينا ما غتعلم حتى تينا تعتمد على راسك، انا دائما هو الاول مقدمه، هو الاول في المقدمه، ما كنهضر ما كنتحاور واخا كنعرف كنخاف كنقول غيضحكوا عليا، هو في الدار كان كي ايفيتي يهضر معايا باللغه العربيه، كان كيهضر معايا كيقول لي تينا قاريه اللغه دغيا تعلمها اعمل راسك فيها، وكاع ما كنت كنبغي دائما غنعيط كيقول لي هاك عندك خصك تقبط رونديفو الطبيب ديال فيزيت فلان فلانيه، هاك عيط في التليفون غلط فهمهم حتى يفهموك، السعيده كاع ما فهموك انا نهضر والو، كنقول له تي نهضر، كي كندخلوا الطبيب يعملوا فيزيتا هو اللي كيهضر كيقول له فلانه مريضه وكيحرق المطاع فلاني المطاع فلان، هذا غلط. انا كنت ساكنه في واحد الدار وساكنه حدايا واحد ايطاليه كبيره في السن، كبيره يعني عندها الستينات والفوق، ساكنه دار على دار لاصقين، فين ما كنفتح الباب ديال الدار كنبغي نزيد برا الدار كنزيد ديك العتبه ديال الدار برا
كنلقاها كطلل في البالكون كتبقى تهضر معايا، مع كيني في ديك الدرب غير انا وهي كتهضر معايا، انا كنبقى لها اولا كيكون هو معايا كيهضر معاها، كندخل في حالي ما كنفهم منها والو، وهي تبارك الله كتهضر كتهضر كتهضر. وليت فين ما نبغي نفوت داك باب الدار نكون غادا، فين ما غادا كنبقى نطلل هي الاولى اذا كاينه ولا كاع ما كاينه، اذا كاع ما كانت عاد كنخرج الزنق، اذا بنت لي كاينه كاع ما كنفوت باب الدار، كنبقى جالسه في وضعي حتى كنحس بها دخلت في حاله هكذا، يوم غدا يوم غدا يوم غدا، حيت فين ما كتلقاني ديك المراه كتحسني كتبقى دو 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 دو، وانا كنحس بنقص كبير، كنبغي نتحاور كنبغي نهضر، انا كنفهمها ولكن كاع ما كنقدر نهضر. في الاخير في الاخير اللي علمني اللغه واللي كان كيسمعني وصحح لي، تخيل دابا انا فين ما بغيت كنعطيها واحد 6 7 الكلمات في كل كلمه كتقاطعني، كتقول لي كاع ما كيقولوا هكا كيقولوا هكا، كاع ما كنقولوا هكا كنقولوا هكا، هاد الكلمه كاع ما كنقولوا لها هكا كنقولوا لها هكا، كتقاطعني. في الاول كنت كنحس بواحد النقص، فين ما كنهضر كتلاقويني فين ما كنهضر كتلاقويني، ولكن هي اللي علمتني، هي كتقول لي انا كنقاطعك اسمح لي ولكن كنبغي نصحح لك. قالت اليوم غدا هذيك هي صاحبتي اللي كاينه، ما كاينه حتى عربيه من غير العائله اللي كاينه هنايا، العائله ديال الزوج ديالي هي اللي كاينه في ايطاليا، هذوك هما اللي كنتحاور معاهم بالعربيه، ما كان عندي لا صديقه ولا اصدقاء ولا ناس ساكنين حدايا عرب ولا توانسه ولا مغربيين ولا حتى دوله عربيه. ديك المراه اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، كل مره هي عنديها انا عندها هي عندي، هي اللي عطاتني الطاقه وهي اللي عطاتني ديك الثقه في النفس انني نهضر، وبقيت كنهضر معاها ونتحاور معاها وحده بوحده، بقيت كنقضي الاغراض ديالي بوحدي وحده بوحده، بقيت كندوز الطبيب بوحدي، بقيت كندخل نتقدى بوحدي، بقيت كنهضر في التليفون، دق عليا بوستين ومن البوسطه كنفتح كنهضر معاه، مره نقولها غلطه مره نقولها صحيحه، مره مره التلفازه الكتابه، تعلمت حتى تعلمت، وبقيت كنقدر نقضي الاغراض ديالي بوحدي، يكون معايا هو كاع ما يكون معايا، يعني حتى قدرت نزيد القدام والحمد لله، ولات وليداتي وعندي بنتي كنقرا معاها وكنتحاور معاها وكنديها ونهضر مع الاستاذه ونهضر مع الناس، وخدمت حتى الخدمه كتعطي بزاف ديال الثقه بالنفس، والخدمه كتعطيك بزاف ديال الفرصه انك تتعلم اللغه. يعني انا خدمت او دخلت، تخيلوا دخلت خدمت في كوزينه، دخلت خدمت في لاكويزين في واحد لوطيل، خصك تعرف الخضره كامله الاسم ديالها، خصك تعرف الفروته كامله الاسماء ديالها، خصك تعرف انواع الباستا كامله، خصك تعرف الحوت كامل الاسماء ديالو، اللحوم كامل الاسماء ديالهم، التوابل الاواني اللي كيخدموا فيهم، ما عند خصك تعرف في الخدمه ديالك ملي كيكون شيف دو كويزين خدام في السيرفيس، كيقول لك دليله حيت انا كنعاونو، يقولوا ايو توكوكو يعني كيكون شيف دو كويزين وتحت منه انا، تحت يده دائما انا هي اللي كنعاونو، كنعطيه كنمكن له كنقرب له كنقطع له كنبريباري له، يعني وكتكون في السيرفيس وكتكون داك الزربه، خاص يقول لك دليل عطيني دغيا 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 عطيني هذاك فلان فلاني، عاد كتقول له وكيف عاملاه، هي هذيك هي داك اللي طويله خضراء هي داك، لا خصك تعرف اليوم على غدا اليوم على غدا اليوم على غدا، حتى كتعلم. عرفتوا باستا الانواع الباستا اللي كاينه في ايطاليا، واحد الانواع عمري في حياتي ما سمعتهم، حتى خدمت انا في ديك الخدمه عاد تعلمتهم. في الاول كيقول لي باستا فلان فلانيه كاع ما كنعرفها، كيقول لي راه عامله وعامله وعامله، كقبض ورقه وكقبض السيل وكالرسمه كالرسمه، كيقول لي طويله ومدوره ومن فوقي مستطيله، كيف ما قال لي كالرسمه، كنكتب الاسم وكنهبط وكنلقى حدايا بيت بيت واحد البيت واحد ستانسا عامرة غير بلي بات غير باستا، وفي الكراتن باستا وفي الكراتن، يعني كاع ما كتبان لك حتى لا فورم ديالها، كيف كيقول لك طويله رقيقه بحال سباغيتي لا بحال هادي لا مدوره لا، وغير الكراتن مستوي فيهم السلعه داخل كل كرتونه فيها نوع بيت، عرفتي طالع حتى السما ايمن ايسر قدامك مورك في الارض عامرة، كيقول لك بغيت باستا فلان فلانيه، كتهبط كدوخ كتبقى غير تقرا، كنعلي يعني راسي كنبقى نقرا 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 نقرا، وملي كنلقى داك الموديل كنلقى النمره فيها النمره 4 فيها النمره 3 فيها الرقيقه فيها الغليظه فيها داك النوع، وكنبقى كنبقى كنبقى في الاول كنت كنبقى مده طويله وانا كنقلب، وملي كنطلع له كيقول لي لا يا دليله كاع ما هي هذه، وكنهبط وكاع ما كنرضى كاع ما كنرضى، سورتو كنعرفو في السيرفيس ومزروب وباغي ديك السخره اللي صيفط لي عليها. بقيت وحده بوحده كنتعلم انواع الحوت عمري ما سمعتهم، انواع الخضره عمري ما سمعتهم بزاف، والحمد لله تعلمت وخديت واحد الاكسبيريونس مزيونه،
حيت عمري ما سديت راسي في الدار، عمري ما قلت انا عم كما غنعرف، عمري ما ترافقت مع المغاربه اللي الناس اللي عندها الطاقه السلبيه، انا عمري ما نترافق معاهم. وحده جالسه غير في الدار تبع الماكله افلام العائله ومشاكل الصداع والتليفونات الو الو كل نهار، يا المغرب تعيط 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 تعيط. هذوك الناس انا كاع ما كنرافقهم، كنرافق الناس اللي متفتحين في دماغهم، لي واعيين، لي كيزيدوا القدام، لي كتفتحوا الحياه كيزيدوا القدام. كاع ما كنرافق دوك الناس اللي عندهم طاقه سلبيه ومسدودين في الدماغ ديالهم ومسدودين في الحياه ديالهم. لا، خصني نعرف، نسافر بوحدي نعرف، خصني ندوز الطبيب بوحدي نعرف، خصني ندخل مع بنتي المدرسه بوحدي نعرف، خصني ندخل السينما مع بنتي بوحدي نعرف، خصني ندخل نتقدى بوحدي نعرف. واخا كاع ما كنعرف كلمه كاع ما كنعرفها كنقول لمولات الحانوت ولا مول الطبيب ولا طبيب طبيب طبيب، كندوز عنده كيقول لي بعض الكلمات اللي انا عمري في حياتي ما سمعتهم، كنقول له فهمني، كاع ما فهمت، وقف قول لي هاد الهضره، قول لي هاد الكلمه، قول لي حتى كنفهم. حيت انا في الراس ديالي باغا نفهم، في الراس ديالي خصني نفهم، كنحس براسي عندي قيمه وعندي شخصيه، ندخل لواحد الموطا وكنحس براسي جالسه بحالي بحال الناس فين ما بغيت نكون. يعني حاولوا حاولوا حاولوا، اللغه راه اول ما تقدروا تفكروا تعملوه وتعلموه في الغربه هي اللغه. انا اليوم تطرقت الموضوع ديال اللغه، وغادي نطرق بزاف ديال المواضيع، بزاف 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 ديال المواضيع اللي كيهموا المراه في الغربه، مراه ولا بنت ولا اللي بغى يكون. حتى الرجال ديالكم اللي كيلقاوكم هكا، كاينين الناس، كاينين العيالات اللي الرجال ديالهم حاقرينهم مسدين عليهم في الدار، كاع ما كيبغيوهم يكونوا في داك العالم ديال 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 برا، كاع ما كيبغيوهم يتعلموا، كاع ما نكذبوا على راسنا، كاع ما كيبغيوهم يعرفوا، كاع ما كيبغيوهم يتفاتحوا، لا كيبغيو يخليهم هيداك داك المعلم اللي كنقول لهم كل خجاسه في الدار ما تعرف لا تدخل ولا تعمل والو بلا بيه. كاينه المراه اللي كاع ما كتعرف السالير ديال راجلها اللي كياخذ في الخدمه، كاع ما كتعرف الراتب اولا الخلصه ديالو اللي كياخذ في الخدمه ديالو، هو يكون كياخذ ما عرفت واحد الرقم وكيقول لا انا كناخذ غير قد وقد. كاينه المراه اللي كاع ما كتعرف بزاف ديال الحاجات على الراجل ديالها، حيت كيخليها في الدار كيسد عليها كيقهرها، كي كاع ما كيرضى بيها، هذا كنعرف اللغه وكاع ما كيرضى بيها يديها معاه، كيضل النهار كله هو ضايع في الزناق، وكيخليها هي في الدار كيدخل كياكل كينعس، ما كيديها ما كيعلمها ما كيفتح لها عينها ما كي، وكتبقى حتى هي على داك الحال، كتبقى كتقول لك وكاين فلان هو اللي كيقدر لي الاغراض، كاين فلان هو اللي. ونهار ما كيكون داك فلان كتلقى راسها حاصله ما كتعرف منين تبدا منين توخر. راه الراجل اللي مراته كاع ما كتقدر تسير حياتها في الغربه كيحسها كيحس بها كيف كيقولوا كيحس بها ضعيفه، ما كيعطيها قيمه، كيحسها مكلخه. ما كيف غنفهمكم، ما عرفت انا قدرت نوصل لكم ولا لا، ولكن المراه اللي كتكون قاديه الاغراض ديالها في الصباح هو كينوض الخدمه ديالو، هي عند السوق كتنوض تقدر راسها، عند الطبيب كتنوض تقدر راسها، عند الاغراض ديالها دو الوراق كتنوض تقلب على راسها، عند الوليدات المدرسه عيطوا لها الو نفرضوا هي متكل على الراجل صيفطات ولدها عيطوا لها قالوا له الو ولدك مريض، غيقول لها فلانه الو سيري هزي ولدك من المدرسه انا خدام ما عندي كي ندير انا بعيد انا خصها تنوض راسها وتقلب على سميتو وتقلب راسها وتدخل المدرسه وتهضر مع الاستاذه. ملي هي ما كتفهم والو كيف غتعمل مع الاستاذه، يعني الاستاذه كتهضر في هذا القنت وهي كتفهم هذا القنت، ما غتفهم والو، كيف غتعمل كيف غتعمل، غتحس بواحد النقص كبير. فلهذا كنقول لكم عافاكم يا 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 المغتربات يا العيالات اللي في اوروبا، عطيو العزيمه لراسكم، ثقوا في راسكم، تعلموا نتعلم نتعلم. والله الا كاينين الناس اميين عمرهم هزوا ستيلو ورقه كاع ما كيكتبوا، ولكن تبارك الله تدخل اي بلاصه تهدر تسول تقضي غرضها تعرف الصرف تدور في السوق بوحدها تقدا توصل لاكيس تعرف تخلص دق عليها اللي كان. انا نعطيكم مثال بسيط، مثال بسيط عليا انا جوزتي الحامد ديالي تعلمات، مرا كبيره في السن، ماشي زعما كبيره في السن، ولكن زعما بولادها تبارك الله، لان مزوجه واحد من ولادها
وهي في اوروبا يعني تبارك الله عندها وليداتها وعندها الراجل ديالها وعندها عيالات ولادها، اللي غتقول لك انا ما غنبغي والو، نجلس في الدار اللي بغى يوصلني، اي ورقه يكون معايا ولدي، اي ورقه بغيتها يكون معايا الراجل ديالي، لا لا هي كما جلست في الدار. هي ناضت وقلبت على المدرسه وهزت الكتوبه في يدها وكتدخل المدرسه وكتعلم اللغه، كلمه تفهمها سته كاع ما تفهمو، ثمانيه تفهمو، اربعه كاع ما تفهمو، اليوم غدا اليوم غدا، ومدرسة بعيدة وكتضرب واحد المسافة وكتلقى مع أمهات وحدانيين آخرين اللي يعني بولاد ولادهم وكيبغيو يتعلموا، كتسالي الأغراض ديالها وكتدخل المدرسة كل نهار وبالكتوبة ديالها، وتدخل للدار وتحل الكتوبة ديالها وتقرا وتعلم وتسول ولادها وتسول ولاد ولادها وتحفظ وتسول بنتها، وحيت المرأة عندها العزيمة باغا تعلم قد ما تعلمت قد ما كيفيدها في حياتها. وتبارك الله كتتقدى في الحوانت بوحدها، اللي دق عليها تعرف ترد عليه، وقعت لأي كارثة الله يحفظ في الزنقة وهي بوحدها تعرف تهضر، تعرف كتسافر من مدينة لمدينة بوحدها بعيدة، يعني الأغراض ديالها كتقضيهم راه كاع ما حيت لا مرا كبيرة راه كاع ما غتقرا، ما عندها ما تملى باللغة، ما خدامة، ما والو، هي جالسة في الدار، عندها ولادها، عندها راجلها، عندها اللي يقضي لها الأغراض ديالها، لا مرا كبيرة تحاول تعلم. وفعلا دخلات وقرات العام الاول وقرات العام الثاني وبقات وبقات وبقات، وهي غادا كطلع في النيفو نيفو من قسم 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 قسم، حتى هي باغا تعلم وعندها ديك الاراده التعلم وباغا تفرض راسها في المجتمع. عرف غير اللي يوقف حداها يقول لها غير كلمه، كيف ما عارفين حنايا هنايا كيحكروا علينا بزاف، كاينين الناس راسيست بزاف، طلع غير في الطوبيس ويدار معاها ويلقاها كاع ما كتفهم يحقر عليها يعايرها كاع ما يعطيها قيمه، كتكون قابطه السربس في واحد البلاصه وكتبان له مغربيه ولا بفولار ولا كاع ما سورتو كاع ما كتفهم، كيدوز الناس ياخرين كيخليها كيقول لك هي اصلا هي مكلخه كاع ما كتفهم كاع ما كتعمل. مثال بسيط، كنعرف ناس دخلوا عيالات يولدوا فيهم الحريق، دخلوا السبيطار يولدوا، كتدخل اول ما كتعمل فيك الفيرمليه ولا في الطبيب، انا كاع ما كنهضر على الفيرميات والطباء كاملين، ولكن داك النوع القبيح وداك النوع اللي راسيست بزاف كتطلع وتهبط فيك، كتلقاك قابزه قاريه او لا واعيه، كتعطيك قيمه وكتعطيك وقت وكتحاور معاك وكتقضي الاغراض اللي خصها تقضيهم معاك، كتلقاك مكلخه ما عندك لا لغه ما عندك والو، حيت كاين بزاف ديال العيالات من هذا النوع هذا، كاع ما كديها فيك، كتوصل عندك كتقضي اللي خصها تقضي وكتسمح فيك تتقرب تولد. انا كنعرف ناس والله الا بحال كنعاود لكم هكذا بحال حداكم، كتحقر عليها كتقول لها كاع ما تبقى تعيط لي كل مره تصوني عليا، حيت كيقول لك فين ما تحس بالحريق ولا تحس بواحد اللي حسيتي به صوني علينا في المنيه، ملي كتبغي تولد كتقول لك ملي كتنساك في البيت ديالك كتقول لك تحس باي تغير صوني علينا، الحريق حريق في الراس، باغا تنوض البانيو، باغا تعمل عيط لنا. المراه مسكينه اول مره غتولد بوحدها وفي الغربه وما معاها لا والديها ما معاها لا عائلتها ما معاها لا راجلها، اللي كتحس بيه مسكينه كتبقى تصوني على داك الفرمليه، وداك الفرمليه كطلع على داك المراه في الراس ديالها كل مره كتقول لها نعم، والاخرى كاع ما كتعرف تقول لها راه فيا الحرق هنا ولا فيا الحرق ولا حسيت، كاع ما كتبقى كيف تتحاور معاها، وداك الفرمليه كيبغى تفهمك راه كطلع على فوق راسها، راه كتبقى غير تقول لك هي 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 وتغوت عليك وتزيد. كاينين بزاف ديال الحالات كتحقر عليك، انا في بيت معايا فوسط مني معايا فوسط البيت ديالي كاين واحد باكستانيه ملي ولدت بنتي الاخرى ما كيعطيوها قيمه، انا يعني اجنبيه وديك باكستانيه حتى هي اجنبيه، حنايا اللي كاينين في البيت، انا ملي كتدخل كيف كيتعاملوا معايا وكيف كيهضروا معايا وكيف كيعطيوني الوقت وكيف كيسولوا وكيف كيضحكوا، كل مره يطلوا كل مره يقابلوا يضحكوا مع بنتي، وهي اللي حدايا ملاصقه معايا في الفراش حدايا، ملي كيوصلوا حداها كيضحكوا عليها كيعملوها خايب، ما كيعطيوها وقت حتى عينهم كاع ما كيعليوها فيها، علاش؟ حيت ما عندها لغه، ما كتهضر حتى لغه، ما كيعرفوا يتحاوروا معاها، ما كيعرفوا ما كيفهموها، وهي ما كتعرف تقول لهم، يعني حاقرينها مخلينها مره في الصباح كيدوزوا عندها وفي الغداء وفي الليل صافي، كيقولوا لها اوكي كتقول لهم اوكي كيزيدوا بحالهم، حرقه راسها ما كتقدر تقولها لهم، حرقه طاهره ما كتقدر تقول لهم عطيوني الدواء، يعني تدخلتي البيرو راه كاع ما غير الطبيب، تدخلتي البيرو كتدخل غير البيرو، ما كيوقف كيبقى النيفو ديالك ما عندك حتى نيفو ما
كيعطيك لا قيمه لا والو، كيقول لك فلانه راه خص وخص وخص، عندك دوز عندي كاع، ما عندك السر قلب على دوك الوراق ملي يكون عندك وقف عندي. ملي كتقول له لا هو فاهم لي، كيقول لك لا انا خدام، انا ما عندي الوقت بقى نفهمك، راه هالورقه مكتوب فيها مسائل كامله، اذا قاريه ها قرا الورقه ملي يكون عندك هاد الوثائق كاملين، زيد انا نعدل لك هاد الدوماندا ولا نعدل لك هاد الورقه ولا نعدل لك هذا اللي باغي نتينا. ولكن ملي كيلقاك مكلخه والله ما كيعطيك غرام ديال الوقت، ما كيعطيك غرام ديال الوقت. ملي كتدخل واثقه من راسك وعارفه اللغه وعارفه كيف تحاور وعارفه اصلا السبب اللي واقفه حدا داك السيد وكتهضر معاه، وكيلقاك قاريه ولا كيلقاك عارفه ولا كيلقاك واعيه، كيعطيك الوقت كيوقف، كيعطيك الوقت كيقاد لك المسائل ديالك، كيقلب لك الوريقات، كيقول لك خصك وما خصك، كيقضي معاك الغرض حتى كتسالي. يعني العنصريه كاينه، اذا ما تعلمتوا اللغه راه ما غتقدروا تزيدوا القدام، ما غتقدروا تعملوا مستقبل لولادكم، ما غتقدروا تعملوا المستقبل ديالكم، ما غتقدروا تعملوا والو، غتبقاو ديما اللوري 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 اللوري، وجالسين في الديور ومتبعين المسلسلات ومتبعين الافلام المغربيه ومتبعين التلفازه المغربيه، المغرب خليته لتماك وديتو معاكم حتى الغربه، راه عمركم ما غتزيدوا القدام. انا كنصح اي مغتربه كنعاودها، وسمحوا لي طولت عليكم في الفيديو، وقيلا كنهضر وكنعاود حيت معصبه، حيت كنلقى بزاف ديال هاد الانواع ديال الناس في الزنقه، كنتلقى بهم بزاف، كان ما كنلقى كيف يعني، كنتعصب في الداخل ديالي. بغيت نوصل هاد الرساله لاي وحده تثق في راسها، والمفتاح ديال الحياه ديالها هو اللغه، راه الا ما كانت اللغه ما غادي يكون والو، ما غادي يكون والو. انا اليوم بغيت حاولت كنتمنى نكون دابا حيت كنهضر معصبه، ما عرفت قلت الهضره كامله اللي بغا ولا كاع ما قلتها، مهم اللي مهم كامل قلته. مره اخرى غادي نتطرق على موضوع اخر من غير في الغربه، طبعا دائما في الغربه، المراه في الغربه وبين قوسين المراه المغربيه في الغربه، ولكن اليوم انا هضرت على اللغه. كنتمنى تكونوا فهمتوني، كنتمنى نكون وصلتكم واحد، واخا انا غير 5% نوصلها لكم، بركه عليا، بان راه اللغه مهمه في اي بلاد من غير بلادكم، هي المفتاح ديالكم. تعلموا اللغه، حاولوا تعلموا، حاولوا ترافقوا الناس اللي يعلموكم اللغه، حاولوا تبعدوا على الناس اللي عندهم الطاقه السلبيه، تقول انا غنعمل بحال فلانه ومال فلانه ومال فلانه، راجلها كيقدر على الاغراض ديالها، ولادها تبارك الله كيقضيو لها الاغراض ديالها. لا، راه ملي غتسد عليك الباب ديالك وغتحاور مع راسك، غتلقى ان عندك نقص كبير في حياتك، انك ما كتقدر تهضر مع الناس، ما كتقدر تقضي الاغراض ديالك، ما كتقدر تخرج الزنقه بوحدك، تخاف توتر تركب في الدران، اذا فوتت المدينه اللي غتهبط فيها تخاف كيف تعمل توقف تهبط فيها، فين تسولي اذا ضعتي اذا تلفتي. لا لا لا، راه غتحسوا بنقص كبير اذا ما تعلمتوا اللغه. راه ولادكم اللي غيبداو يقراو ويهضر معاك يقول لك ماما فهمني هذه، قريني هذه، كيف كنعملوا هذه، وما غتلقى كيف تفيد ولدك، راه غتحس بنقص كبير. ولادكم كيقراو لي الله، ولادهم بداو يقراو تعلموا معاهم، راه عندهم الكتوبه، عندهم لاباس كامله من الزيرو حتى الفوق. تعلموا مع ولادكم، تعلموا اللغه، زيدوا القدام، زيدوا القدام، وحيدوا عليكم الخوف، حيدوا عليكم انا كما كنعرف، حيدوا عليكم انا، راه كاين اللي عمره ما هزتيلو في حياته ولا كتب كلمه في حياته، ولكن كيتعلم واخا يغلط، اليوم غدا اليوم غدا. مهم هو انك ملي تبغي تقضي الاغراض ديالك وتوقف حدا واحد الانسان تعرف ما تقول له، تعرف ما تتحاور معاه. كنتمنى نكون كنت خفيفه عليكم، وانا قلت لكم ما كنطيح قيمه ديال التمره مغربيه، ما كنعاير حتى تمره مغربيه، ما كنعاير حتى مغتربه. انا كنبغي ننصحكم، كنبغي نعطيكم على حسب التجربه اللي دوزت انا، الحمد لله انا ما دوزت حتى تجربه خايبه. يعني كنت كنخاف وحده بوحده، كنخاف نرد على الناس، كنخاف نغلط يضحكوا عليا، ولكن كنت متاكدين راه عمرهم ما غيضحكوا عليكم، راه بالعكس راه هما اللي غيعلموكم. اذا ما تعلمتوا منهم، من التلفازه ديالهم ومن اللغه ديالهم ومن الثقافه ديالهم، راه عمركم ما غتتعلموا. نخليكم على خير ونتلاقوا فيديو اخر، والله يعاونكم.